أيوة، انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى 3 أقسام. تلبن تنيبه على حالة أو لغة يعني سبب رمى بي من كان كبغة تعبه لينم كبغة قسم يعتقد ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا لينم كبغة بمبا أو لتمي عندك سبب نمونا محمد تيا سببه انغانغي تيا سبب بمنين انميكم تبام لغة منغي فهدي بسبب كبغو قسم يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا سببا بم ودنتغن لويمي ديك بوم تيا سبب الور كم نم بمعنى تيا سبب لم يكن تبام رموان لغم تالي لغم تكيدغ ولا نبني هي تيون فيه اللغ ما بين يون فسنتي لم يكن تيوان فاجي لي أذكر لغم تبيل بوغا تي كومبران انت غمباس يا تابو قسم يعتقد ان السبب مؤثر بذاته وبيده جلب المنافع ودفع المضار بوم ودنت غلويمي تي سببا تي سبب من ان ترفونا من ين ان كنت بامبا ما سبب من ان تاك نافا كنت بامبا لا تهر وين زاغني بامبا ادبان تي كومبكان هو تنت غلويوتو اربم واني لاغمن تاريا لاغمن تابيري تنمي كم تسبب رمقبيزين سيبو أسباب شرعية وأسباب حسية تسباب الشرعية يلدي لم تيابوين سبب رمب يمسح ديك دي تيه سبب رمين من منه غنق ولا ندهنا وتلي قرآن من رقية انتبا منغا نمي كم تيوان يا سبب من منه غنق تيوان مساق الغمي تفسان بطلا في بفوتين دي قرآن انتبه منغا سبب هي حسية تيا سبب تون منغا هنسيتي لدني تيا فينغا ولا فوه نانتي لتي من تيبوه منغا لغتو ريلي ما فو كيانغ بوين تيب تيب نيني تاولي فو تيب فسان يكتي كان الله ما نوتو ما نوتو فو بامنا لافي نمي كم تيوانا يا بوين سبب نين هي حسية تيوانا يلبا بيا بوغي وانا يا سبب نين وانا محنغان غي تسومني الهلام والهلام فاجي دي تتندك سبب كان تيبا منغا